الصوم في رجب لم يصح في فضل الصوم في رجب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وإنما يصام كغيره من الشهور. إنسان يصوم 3 أيام كل شهر، أو يصوم يوم ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، ما يقول أنا سأترك الصوم لعبنا في رجب حتى لا أبتدع، لا أصوم. لكن أن يقول إنسان أنا لا أصوم لكني سأخصص رجب بالصيام، هذا الذي تكلم فيه العلماء. قال الحافظ ابن حجر: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح. والأحاديث الصريحة، لاحظوا، الواردة، يقول ابن حجر رحمه الله، تنقسم إلى قسمين: ضعيف وموضوع. وقد جمع رحمه الله ابن حجر الضعيف فكان 11 حديثا، هذه الأحاديث الضعيفة في فضل رجب، والموضوعة 21 حديثا. قال الإمام ابن القيم: ولم يصم صلى الله عليه وسلم 3 أشهر سردا، أي رجب وشعبان ورمضان، كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط ولا استحب صيامه. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: أما تخصيص أيام رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع. وقال أيضا ابن رجب: لم يصح في فضل صوم رجب بخصوص شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. المسألة الثانية: العمرة في رجب. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، بل كانت عمره صلى الله عليه وسلم في غير رجب، ولهذا قالوا إنها العمرة في رجب من البدع المحدثة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه: أما تخصيص بعض أيام رجب بأي شيء من الأعمال، الزيارة أي زيارة العمرة أو غيرها، فلا أصل له، لما قرره أبو شامة في كتاب البدع والحوادث، وهو أن تخصص العبادات بأوقات لم يخصص بها الشرع فليس فيها فضل. ولهذا أنكر العلماء تخصيص رجب بكثرة الاعتبار فيه. ولكن، وهذا مهم جدا، طيب لو رأينا بعد بكرة ولا بعد بكرة أحد المشايخ يعتمر، هل نقول إنه مبتدع؟ لا، يقولون إذا كان اعتمر موافقة ولم يتعمد اختيار شهر رجب فلا حرج في ذلك. صلاة الرغائب، هذه الصلاة اختلقها بعض الكذابين، وهي تقام في أول ليلة من رجب. قال عنها الإمام النووي: هي بدعة قبيحة منكرة أشد إنكارا، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والإعراض عنها، ويتعين إنكارها على فاعلها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع: صلاة الرغائب بدعة باتفاق أئمة الدين كمالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث وغير من علماء الحديث. نعم، والمروي فيها كذب بإجماع أهل المعرفة بالحديث. قال أبو شامة: هناك من أهل العلم من يعرف أنها ليست ثابتة، ولكن يقول: أنا أصليها مراعاة لقلوب العوام حتى لا ينفروا. فشدد في ذلك وقال: ألا يستحي من ربه يتقرب إليه ببدعة ويراعي الناس ولا يراعي ربه؟ فشدد العلماء على مراعاة الجمهور في بعض الأعمال والعبادات، ولذلك فصلاة الرغائب محرم. الاحتفال أو الاجتماع والاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، أولا لم يقم دليل على أن الإسراء والمعراج دليل ثابت على في هذه الليلة، واختلف العلماء في ذلك خلاف كبير جدا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه لم يثبت أنها في هذا التاريخ ولم تعين. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: وتخصيص تلك الليلة بزيادة عبادة كقيام ليل أو صيام نهار أو ما يظهر فيها من الفرح والغبطة وما يقام من احتفالات تصاحبها المحرمات الصريحة كالاختلاط والأغاني والموسيقى، وهذا كله لا يجوز في العيدين الشرعيين فضلا عن الأعياد المبتدعة. أضف إلى ذلك أن هذا التاريخ أيها الإسراء والمعراج لم يثبت جزماً وقع وقوع الحادثة فيه، ولو ثبت فلا يعد ذلك شرعاً مبرراً للاحتفال فيه، والله أعلم. أيضاً زيارة المقابر في رجب، هذا قضية الاحتفال وصلاة الرغائب وزيارة المقابر، فأيضاً هذه أيضاً من البدع المنكرة. وكذلك تخصيص رجب بذبيحة وما شابهه، فهذا أيضا كان أهل الجاهلية يخصونه بالذبح، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن رجب: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا. فإذا نخلص من ذلك كله إلى البعد عن هذه البدع وهذه المنكرات الواقعة في مثل هذا الشهر العظيم. يكثر الإنسان من عبادة ربه، من تلاوة القرآن، من الاستغفار، من حضور قلبه في صلاته، وإن كان هذا كله في كل شهر،